أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، والبداية بالعناوين. صحيفة العرب اللندنية محاربة الفساد في العراق تسلك منحا استعراضيا. صحيفة الحياة اللندنية عهد التميمي رمز لجيل مواجهة جديد لا يخاف. وفي تقرير لصحيفة الرأي الكويتية، الولايات المتحدة تعود إلى الشرق الأوسط بصمت. من المقالات: من سيفوز بكيكة العراق لحسين عمران في المشرق العراقية؟ القدس ليست للبيع لمصطفى البرغوثي في الجريدة الكويتية.